يا لانجي ام السوس يا عيني الدوالي يا لانجي يم يم والكوسة والبطاطا والشوربة يا عيني يم يم وسعاد خلصت طيرت المعلقة كمان هاي هاي شلونك؟ من زمان ما شفنا والله بلشانين يعني بالشركة لسه ما سكرت يعني شوي اسبوع زمان ومنسكرها ان شاء الله. نعم اكتشفت لك بالدي ام في كم شغلة جديدة لازم لازم نجيبهم لازم يعني شيء رهيب. شوفي ما احلى هالكريمات الايدين هذول الاثنين كريمات ايدين بيورو 95 هذا على ريحته على ليمون ونعنع وهذا ورد وفي واحد ثالث هي البسه اللي بتلعبت مش عارفه ليش على كيك وفي عنا هذا الماسك فيه جليتر يعني فيه برق ماسك بيل اوف يعني بنشلع شلع بس ينشف وفي شغله كمان حلوه عجبتني ايوه اللي هي هذا ماسك عادي هذا ماسك للايدين ماسك للايدين ماسك يعني انتنزيف لازم نجيب منه ان شاء الله يوم الاثنين ممكن اعتقد هذا الواحد بيحط منه وينام فيه بالليل مثلا يلبس كفوف بصحى بلاقي ايديه يعني ولا ايدين ببو نعومة خارقة نعم اكيد هدول محارم ازالة مكياج وهذا كريم ليلي في منه كمان مخترعين كريم نهاري في يعني العلب شكلها غريبة وحلوة ما بعرف صح انت عاجبينك طبعا عاجبيني اكيد بس ان شاء الله رح نجيبهم بكرة تبع الايدين نشوف مفعولهم هلا هذا تبع غسيل وش وهذا كريم نهاري يعني بيظبط البشره وممكن يستخدمه على انه برايمر تحت المكياج في عنا كمان وهذا كلينزينج موس يعني بتنظيف للبشره بس على شكل موس وهذا بيشيل مكياج زيت بيشيل مكياج العيون تحديدا يعني للمكياج العيون وهذا بيلينج هذا كمان حابة انا اجيب منه بيلينج فيه حبيبات بركانية من البركان زائد كاتبين على ما اعتقد انه شيء فيه من المندرين بنظف البشرة يعني فحابة أنا هذا أجيب منه جربه وأكيد أكيد كريم الإيدين اللي على ليمون كتير حيكون حلو أو اللي على ورد على اسم ابني حبيبي يقبشني يا سوسو شوفي لنا هذا طبعا فقط من الروزمان هاي إشارة الروزمان ما بعرف سعره يمكن أقل من يورو ولكن فعله جدا كبير خفيف وملمسه هلأ حنشوف فيه الشيا بوتا وفيه زيوت وأفوكادو فبالله إنه تحطي لنا هلأ شوي طلعي وتورجينا كيف ملمسه طبعاً ما بيحتاجش تحطه كثير لأنه بموت كيف حاستي؟ يعطي نعومة؟ كثير نعومة كثير ريحته حلوة على ريحته بتجنن ريحته زيوت وبيعطي نعومة يعني بالذات بعد ما تفرموا البصل وتخلصوا طلع ريحته حلوة كثير نعم وبرطب برطب وبعدين ما بدبق كثير كثير حلو ننتقل لفونديشن من نوكس
ماركت نوكس معروفة وصارت تباع حاليا بدي ام، بس موجودة بالدي ام او دوغلاس او مولر على ما اعتقد، وبالمواقع الانترنت. بس هذا اللي بتميز فيه انه بيعطي مات فينيش، بس بيكون بنفس الوقت مش يعني كتير ناشف على البشرة، مو انه مثل البودرة، بيضل البشرة فيها لمعة خفيفة. وبحس انه اللي بيحط منه بحس انه خفيف على البشرة وما كتير ببين انه هو حاطط شيء. فنفتحه هلا ونورجيكم انه اللون. انا جبت لون رقم واحد، افتح واحد لاني انا بخلطه عادة مع فونديشنات تانية اغمق من هيك، لانه هو بيغطي كمان كتير منيح، يعني تغطيته ممتازة بالنسبة لي، يعني بنقدر نقول فوق المتوسطة زي ما انتو شايفين. حطت شوي يعني كتير يعني هذا، هو بمد وكتير خفيف، ما فيه هاي الملمس البودرة، يعني ما فيه انه تحسوا فيه بودرة كتير يعني بيحور هيك، لا كتير مثل الكريم، كأنه كريم يعني. كتير منيح وحلو، ما بيحتاج تحط كتير. لا ما بيحتاج تحط كتير، وبنفس الوقت زي ما قلت بحس انه الواحد خفيف، يعني ما مبين هون مثلا انه هاي مو ايده او مو، يعني هون مثلا في فرق باللون، بس مع هيك هون ما في تحوير او في بودرة او في شيء، انه مبين انه هيك لون البشرة، فبيبين طبيعي وبيبين ناعم وكتير حلو، بنصح بتجربته. في ألوان عديدة موجودة بالدي ام، سعره يمكن 7 يورو شي تجرب. طبعا أنا بنصح كمان إنه نستخدمها بالبيوتي بلندر أو بالبراش، يعني فرشاية أو يعني الاسفنجة أو الفرشاية، يعني بيعطي ملمس لسه أنعم وأحلى كمان. هلأ هاد طبعا غني عن التعريف، بربري، ماركت بربري، ميك اب بربري، شكله كتير رائع وحلو. ممكن هو بيكسي جلاس بيقولوله. حلو فيه انه طبعا شوي بده مسح، استخدمته بس الغطا من هون بنلف وبينقفل، يعني مشان ما يطلع او حدا يكبس عليه بالغلط او اطفال يكبسوا يطلعوا، فبتنقفل هاي من هون. هلا المميز فيه انه بيعطي، يعني ببين انه ناعم كتير على البشرة، يعني بضل فترة طويلة، و يعني ميك اب كتير حلو وكتير حلو على البشرة. حتى انا جبته هاد لون غامق رقم 34، بربري كشمير نوعه، رقم 34، كتير حلو كمان، بيخبي المسامات، يعني بيخلي البشرة كلها مسح يعني. هلأ خلينا نجرب ونحط شوي منه مشان تشوفوا، يعني تكون في فكرة عندكم عن لمحة عن ملمسه، يعني الملمس تبعه. طبعا هو زي ما انتم شايفين هيك شوي يعني خفيف، هو جربين هني. طبعا اللون شوي مثل ما شايفين كمان بمد، يعطي لمعة، هو كمان يعني مات، كمان مات هو، ريحته حلوة كمان. كمان هيك يعني من الميك أبات اللي ما بيكون كتير مخلوط بودرة، يعني ببين ناعم مثل كأنه كريم،
مو كأنه الواحد حاطط شيء يعني. فهو ملمسه ناعم كتير وحلو وبيطول يعني على البشرة لحتى يروح، يعني بيضل معك طول النهار. أنا بستخدمه مع بودرة، شوية بودرة مشان برضو زبط اللون ويضل معي فترة أطول. فأنا كتير بمسح فيه يعني، كتير حلو من الميك أبات الممتازة. كمان نفسه جربت نوعية اللانكوم، اللانكوم كتير حلوة، تغطيته بتكون أقوى شوي. هذا تغطيته ضعيفة شوي، هاي مشكلته الوحيدة إنه تغطيته ضعيفة. بس إذا الواحد عمل يعني أكتر من طبقة ممكن يعني يوصل للنتيجة اللي بده إياها. مع بودرة يعني بيمشي الحال، بس لحاله أنا بشوف تغطيته ضعيفة. هاي الشغلة المفضلة عندي. أنا بحب كتير ماركات اللانكوم يعني، لحد الآن ما استخدمت شيء من لانكوم وحسيت إنه يعني مش كتير منيح. فهاي ماسكارا هيك بتيجي بهاي العلبة، لما بنشتريها بتيجي بهذا الباكيت. في عدة أنواع من ماسكارات لانكوم، بس أنا دائما بجيب اللي بتكون نوعيتها دراما، بيكون مكتوب عليها دراما. هاي جديدة يعني، أنا اشتريتها وصلتني امبارح. كل يعني استخدمتها لأكتر من يمكن يعني أكتر من مرة، دائما بشتري منها، كل ما بتخلص برجع بشتري منها. فالحلو فيها إنه يعني بتعطي كثافة غير شكل للرموش. بنفس الوقت ما بتحس، ما بيحس الواحد انه يعني هي تقيلة على العيون او بتعمل حساسية او شيء. بالعكس يعني بتعطي كثافة، بتعطي طول. يعني انا احيانا بحس انه مع هاي الماسكارا الواحد ما بيحتاج اصلا حتى انه يستخدم او يحط رموش اصطناعية، بحسها انه بتعطي نفس المفعول يعني، بتطول وبتعطي كثافة كبيرة هاي. بس شغلة واحدة انه مو اي حدا بيقدر يستخدمها بشكل يعني، بدها يعني طريقة للاستخدام. وافضل طريقة للاستخدام بنصح فيها انه لما نحط من هاي الماسكارا يكون في عنا فرشاية تانية من ماسكارا قديمة مثلا تكون ناشفة، ونرجع نمشط الرموش مشان شوي نفكفكهم عن بعض، لانه هي بتعطي كتير يعني، بتعطي كمية كبيرة على الرموش وبتخليهم شوي ملزقين ببعض. بس بالفرشاية التانية يعني فرشاية، اي فرشاية تانية ناشفة، بنرجع منمشطهم وبيمشي الحال. فهي بتعطي مفعول رائع جدا، بس انه نستخدم فرشايتين معها، نستخدم هاي بالاول وبعدين نمشط، نرجع نمشط الرموش، لازم نرجع نمشطهم مشان ما يلزقوا بعض. بس النتيجة النهائية بتكون كتير رائعة يعني، ما في احلى من هيك. انا جربت كتير وحس انه هاي اللي بتعطيني اللي الشيء اللي انا حابة اشوفه والنتيجة اللي انا بدي اياها. في نوعية تانية من ماركة كاتريس موجودة بالدي ام مثلا بمولا، اللي هي جلاماندول، اللي لونها زرقاء، بس مشكلتها انه هي ضد المي، وانه يعني شيل يعني لما الواحد يجي يغسل وشه يعني انه الواحد ينظفها بصعوبة كتير يعني عن جد الواحد بيعاني وهو الواحد عم بيغسلها او عم بيشيلها من على العيون، لانه كتير ثابتة وضد المي. بس للناس اللي بيستخدموا ضد المي بنصح فيها كتير حلوة، وبتمشط منيح وبتعطي يعني طول وكثافة حلوين للعيون، وتضل طول النهار هيك.
وفي طبعا كمان اللي هي المنظف العيون اللي فيه بيكون زيوت كذا بيشيل المكياج ضد المي. فالناس اللي بيستخدموا هذا الشيء ويعني ما عندهم مشكلة بنصح فيها. أما أنا فبفضل بلا يعني تكون مسكارتي مو ضد المي. ومع ذلك هاي اللانكوم مو ضد المي ومع ذلك بصعوبة برضو يعني بشيلها لأنه بدها تنظيف منيح لأنه هي بتعطي طبقة قوية وما بتروح بسهولة يعني. بس هذا الشيء كتير منيح يعني مشان تضل طول النهار عطيتنا المفعول اللي احنا بدنا اياه يعني.